450 ألف مصلٍ أحيوا ليلة 27 من رمضان في رحاب المسجد الأقصى، هذا بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية. مشهد مهيب ليس بغريب على هذا الشعب الذي يعلم العالم معنى الحياة. فرغم كل إجراءات قوات الاحتلال المشددة وإغلاقها لمحيط البلدة القديمة وأبواب الأقصى، لم تنجح أي منها في وقف تدفق المصلين بهذا العدد رجالاً ونساء. المشهد أرعب قوات الاحتلال، فانطلقت في كل اتجاه تقتحم ساحات المسجد الأقصى وبكل همجية تعتدي على المصلين والمعتكفين. وفي نفس الوقت قام مئات المستوطنون باقتحام المسجد وسط حماية شرطة الاحتلال، وهذه عينة من الفيديوهات التي انتشرت اليوم على السوشيال ميديا. ما في معاه شيء، ما معاه شيء. لكن الجينات الفلسطينية، جينات الكرامة والصمود وحب الأرض وحب الحياة، تجلت كلها في كلمات طفل فلسطيني يتوعد جنود الاحتلال أثناء اقتحامهم للأقصى. لنشاهد ماذا قال. كبروا تكبير، هلا كبروا تكبير، هلا كبروا تكبير، تكبير. هذول براهنوا عليهم رايحين ينسوا، هذول همي رايحين ظلوا شوك بزيوتكم يا ابن كيامي، هاي هي اطفالنا، همي هذول عملنا في الليل، همي اللي رايحين يكسروكم ويكسروا شوكتكم. لن ننسى، لن ننسى، لن ننسى، لو مات الكبار لن ننسى الصغار. ستعود فلسطين من النهر للنهر، حرة عربية، غصب عنكم، حتى معاكم.